بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قنواتكم المفضلة قناة النادي الأهلي وجيم 2 في السيمي فاينال لدوري السوبر موسم 22-23، ديربي العاصمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. من صالة برج العرب بالأسكندرية نحييكم وننقل لكم أحداث هذه المباراة. نستعرض مع بعض تشكيل الفريقين. نبدأ بفريق الزمالك، القيادة الفنية للكوتش أحمد مرعي ومساعداه الكابتن ياسر عبد الوهاب والكابتن سمير جودة، أحمد عزب رقم 1، عصام فاروق رقم 3، عمر هشام كابتن الفريق رقم 4، إسلام سالم رقم 9، أحمد ياسر رقم 10، زياد أيمن 15، علي حجازي 20، فهمي زدان 23، خالد عبد الناصر 28، حازم المشد 55، وليد عبد الجواد 77. أما النادي الأهلي تشكيله اليوم بقيادته الفنيه للسنيور اوجستي جولبي بوش ومديره ومساعداه كابتن احمد الجرح وكابتن رامي الدياصي، مديرا اداريا كابتن طارق الغنام، اداريا كابتن وليد الخراط. نبدا بالتشكيل. عمرو زهران رقم 0، عمر عزب رقم 3، ايهاب امين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، سيف سمير رقم 8، الكابيتانو كريم حاتم رقم 10، مهيب رقم 14، احمد اسماعيل 23، محمد ابو النصر 23، واحمد اسماعيل 21، مايكل تومسون 22، عمر طارق 55. احداث جيم 2 وقراءه الفاتحه والتعليمات الاخيره من قبل السنيور اوجستي جولبي بوش حكام هذا اللقاء، كابتن اسلام وحيد حكم اول، كابتن محمود ابراهيم، كابتن احمد غالب، ومراقب المباراه الكابتن احمد الفلكي. الستارت اللاين اب للنادي الاهلي حتى هذه اللحظات: عمرو الجندي، ابو النصر، عمر طارق، هنشوف مين البوب، ايهاب امين واضح في الصوره، وايضا عمرو زهران. تعليمات السنيور للبوب ايهاب امين وعمرو زهران، طبعا في الخلفيه واضح قدامنا مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر اللي لن يشاركوا اليوم نظرا لانهم انهوا احداث بطوله الجمهوريه 20 سنه. الف مبروك يا رجاله بالامس بقياده الكابتن ماجد، مليون مبروك. وادي الكوتش اوجستي والتحية المتبادلة مع القدير دائما وابدا الكابتن احمد مرعي. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي، نعيده مرة تانية: عمر عزب، عمر طارق، ابو النصر، ايهاب امين، وعمرو الجندي. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك: احمد عزب رقم 1، وليد عبد الجواد 77، خالد عبد الناصر 28، علي حجازي رقم 20، وهنقول لحضراتكم الخامس مين والجامبو الاول، وعصام فاروق رقم 3. الجامبول الاول والاخير في احداث هذه المباراه جيم 2 على قناه النادي الاهلي. الحيازه الاهلاويه لعا ابو النصر يسلم للبوب ايهاب امين، يبدا الهجمه عمر عزب من اول وجديد، عمر مان تو مان نادي الزمالك لايهاب امين، ياخد سكرين على طول من عمر طارق في البيك اند رول، لكن دفاعات قويه من نادي الزمالك، يعدي ايهاب امين يقلب الملعب على طول، اولى الثلاثيات من عمرو الجندي لا ينجح في التصويب، يحاول معها مرة تانية عمر عزب وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. ديربي العاصمة من الاسكندرية صالة برج العرب جيم 2 في اقرب التوقفات. هقول لكم على مشوار الفريقين في هذا الموسم. طبعا النهارده الكابتن احمد مرعي يعاني بخروج اوجي مايو بعد طرده مباشرة في المباراة وجيم 1، لكن خلينا مع المباراة الاوتسايد لصالح نادي الزمالك. احمد عزب او عفوا عصام فاروق، عصام في البيك اند رول يرد تاني الوليد عبد الجواد، ياخذ السكرين من علي حجازي وعلى الثلاثيه، لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي، يبدا الهجمه عمرو، يسلم لايهاب امين، ايهاب مستني السكرين مع عمرو، عمر طارق يعلق على عمر طارق لكن بعيده خالص وتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. عصام فاروق واحد من ناشئين نادي الزمالك يعدي بالملعب، يضغط عليه عمر عزب، يسلم لحجازي، حجازي والهاند اوف مع وليد عبد الجواد، سكرين تاني من خالد عبد الناصر في البيك اند رول، خالد عبد الناصر يوصل يروح لكن لا يسجل، علي حجازي في السكند شوت يروح وينجح في تسجيل 2 بوينت وفاول وخطا شخصي. هنشوف على مين، هل هو على عمر طارق ولا ايهاب امين؟ لو شفناها في الإعادة هنعرف. والأند وان لصالح خالد عبد الناصر. الإعادة
واندوان غير ناجح. ليه؟ خالد عبد الناصر ديفنسيف ريباوند على طول حاضر من عند النادي الاهلي. عمرو الجندي ياخذ السكرين من عمر طارق. عمرو مضغوط عليه يسلم لإيهاب امين. إيهاب يعمل الدرايف يسلم لعمر طارق تحت الباسكت عمر. واولى نقاط الاهلاويه 2-2 لتعادل الفرقتين عن طريق عمر طارق. افتتاح اولى نقاط الاهلاويه عن طريق عمر طارق. احمد عزب يعدي احمد يعمل الدرايف ومعاه ابو النصر اللي يعمل معاه فاول كده ويستوجب معاه تو شوتس لصالح نادي الزمان. عزب وفري ثرو اول. فكر حضراتكم ان جيم 1 انتهى اول امس 71-62 بعد ريمونتادا ولا اروع تدرس من قبل السنيور والماتادورز الاهلاوي في الكوارت الرابع. احمد عزب على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لاحمد عزب 8 دقائق 19 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول 3-2 للزمالك. ينجح ايضا في التسجيل. تسعى الفارق الى فرق نقطتين لصالح نادي الزمالك. ضغط نادي الزمالك وهي كعادته كوتش احمد مرعي الضغط العالي من اول ملعب. عمر عزب يسلم ليه ابو النصر قطع له ايهاب امين. ايهاب امين تحت الباسكت ومعاه احمد عزب عايز يلعب واحد على واحد لكن تخبط في ايده كده وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. عصام فاروق يبدا الهجمه للزمالك. عصام يسلم لعزب. عزب معاه ابو النصر يعدي عزب يطلع كيك اوت لخالد عبد الناصر. خالد بيلعب واحد على واحد يسلم ليه حجازي. حجازي 1 ان 1 تحت الباسكت يلف ويرتكز ومعاه ابو النصر يلف ويطلع كيك اوت لكن هنا مخالفه 3 سكند على علي حجازي وبتطلع اوتسايد على طول حيازه اهلاويه. حوار ما بين الكابتن محمود وايهاب امين ما زال الضغط زملكاوي. يبدا الهجمه عمر عزب عدى وسلم لايهاب امين. ايهاب على الارض يرجع لعمر عزب تاني. عمرو الجندي يعمل الدرايف من الميدل يعلق عمرو يروح عمرو لا يوصل عمرو لكن سكند شوت مره ثانيه لعمرو وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي يجعل التعادل سيد الموقف. عصام فاروق يبدا الزمالك للزمالك الهجمه يسلم لوليد عبد الجواد لعصام فاروق في البيز لاين يحاول يعمل البنتريشن لكن يقطع على طول للستيل حاضر من عمر عزب. عمر يبدا الهجمه ويسلم لابو النصر. ابو النصر مستني السكند يروح لايهاب امين. ايهاب امين يطلع الكيك اوت مره ثانيه يستلم ايهاب امين. عمر عزب على الثري بوينت لكن هنا في دبل فاول. في دبل فاول هنا ما بين عمر طارق اعتقد وعلي حجازي. في دبل فاول ومحادثات ما بين كابتن اسلام وحيد وكابتن محمود ابراهيم والدبل فاول ما بين عمر طارق وعلي حجاز. اوتسايد اهلاوي 6 دقائق 58 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول 15 ثانيه على انتهاء زمن الهجمه. تحذيرات للاعبين. ايهاب يستلم ياخذ سكرين من عمر طارق يطلع في البيك اند رول لعمر طارق. عمر يتسيطر على الكوره ويروح ويوصل لكن هنا في فاول على طول على علي حجازي. تاني الاخطاء الشخصيه على علي حجازي وتاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك يستوجب معها تو شوتس لصالح عمر طارق. في تغيير علي حجازي يخرج وينزل مكانه احمد ياسر رقم 10 وعمر طارق على الفري ثرو الاول. شهدت المباراه الاولى مشاركه مايكل تومسون العائد مره اخرى من الخارج بعد قضى موسم ماضي وعاد هذا الموسم والفري ثرو الاول غير ناجح لعمر طارق.
صوت الجماهير ما امتعه في المدرجات. وفري ثرو تاني ناجح لصالح النادي الاهلي وعن طريق عمر طارق. يضغط النادي الاهلي، احمد ياسر استلم، يبدا الهجمه ويسلم لعصام فاروق. عصام يعدي بالملعب معاه عمر عزب، يسلم لاحمد عزب. احمد عزب اتولى رقبته على طول عمرو الجندي، عمل السويتش عمرو، لسه الكوره وادي الستيل على طول من البوب ايهاب امين. اهو ايهاب رايح ونايس باسكت لصالح ايهاب امين، نقطتين كمان عن طريق فص بريك وستيل ناجح من ايهاب امين. لاحمد ياسر يبدا الهجمه لصالح الزمالك، لعصام فاروق، 7-4 النادي الاهلي. لاحمد ياسر هاند اوف على طول مع عبد الجواد، وليد عبد الجواد يعمل الدرايف راح وصل في الفلوتر شوت، لكن الديفنسيف ريباوند حضر على الطريق عمر طارق، يسلم لعمر عزب ويبدا الهجمه. عمر بسرعته المعهوده يهدى شويه ويسلم لايهاب امين ويعمل له سكرين. ايهاب بنتريشن ويطلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو في البنتريشن مره ثانيه ويروح ويسجل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي عن طريق عمرو الجندي، يوسع الفارق الى 5 نقاط. عصام فاروق هجمه زملكاويه، احمد عزب لاحمد ياسر، يقلب الملعب على طول لوليد عبد الجواد. وليد على 3 بوينت في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ابو النصر على طول حاضر في الديفنسيف ريباوند، يسلم لعمرو الجندي، عمرو لعمر عزب مره ثانيه. لسه النادي الاهلي ونادي الزمالك مان تو مان، كل فريق ينتهج هذا الاسلوب الدفاعي. عمر عزب لعمرو الجندي، عمرو في البنتريشن عمرو مره ثانيه، يروح عمرو فلوتر شوت عمرو 2 بوينت جديده لعمرو. عمرو الجندي يتألق في بداية أحداث الكوارتر الأول ب4 نقاط من هجمتين، يعلي الفارق إلى 7 نقاط لصالح النادي الأهلي، 11-4. أحمد ياسر لسه الكرة معاه، قرر إنه يشوط، شاط فعلا لكن لا ينجح في التسجيل. أوفنسيف ديفنسيف ريباوند حاضر على طول من إيهاب أمين وفاست بريك ولا أروع لأبو النصر، نقطتين أيضا للنادي الأهلي عن طريق محمد أبو النصر والأسيست ولا أروع من إيهاب أمين. شياكة أناقة في الدفاعات، ختام رائع في إنهاء الهجمات. تايم أوت يطلبه على طول كوتش أحمد مرعي، تعالوا نسمع تعليمات التايم أوت ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. يوم اهلاوي مميز بالتاريخ 7-4، كان بالامس الاهلي فاز على التامين في سيدات كره السله 98-71 في جيم 1 ما بينه وما بين التامين في دور الثمانيه. شباب 20 ايضا في كره السله يفوزون ويتوجون ببطوله الجمهوريه بعد فوزهم على سموحه 75-59 بقياده الكوتش ماجد. طائره الاهلي ايضا تتاهل لنهائي كاس مصر بعد فوز على بتروجيت 3-1، ومسك الختام كان مع سهره رياضية لكرة اليد ما بين الأهلي والزمالك، فاز الأهلي 24-21 وتوج ببطولة الدوري للمحترفين. ألف مبروك يا شباب، دايما في انتصارات دائما وأبدا. انتهى التايم أوت اللي طلب الكوتش أحمد مرعي. كوتش أوجوستي بيطالب الجمهور بالتشجيع فقط. زون 2-3 النادي الأهلي، أو عفوا لازال مان تو مان. عمر هشام لسه نازل دلوقتي يعمل بنتريشن بلوك ولا أروع من عمر طارق. وأدي مهيب او ايهاب امين يطلع كيك اوت لعمرو الجندي، لايهاب مره ثانيه مع حازم المشد اللي لسه نازل. اجرى تغييرين كوتش احمد مرعي بنزول عمر هشام والمشد، وادي ثلاثيه عمرو الجندي 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول حازم المشد. يبدا الهجمه عن طريق احمد عزب، عزب ياخد سكرين من المشد، يعدي عزب يقف على الميديا بشوت شوت قصيره ينجح على طول عمرو الجندي انه يلم ريباوند ويسلم لايهاب امين. ايهاب امين بيطالب بالهدوء وتنفيذ التعليمات المتلقاه من قبل كوتش اوجوستي. عمرو الجندي، عمر طارق تحت الباسكت، يلف ويرتكز، يسلم لعمرو الجندي مره ثانيه، عمر طارق وتحت الباسكت ريباوند ولا اروع، عفوا سبين ولا اروع لكن ما ينجحش في التسجيل. عمر هشام على طول
في الفاست بريك يروح معاه ابو النصر، لكن فاول على طول بيحتسبه حكمنا كابتن اسلام وحيد على ابو النصر. ثاني الاخطاء الشخصيه على ابو النصر، وثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، وتو شوتس لصالح عمر هشام. تغيير يجريك كوتش احمد مرعي وكوتش اوجوستي، ابو النصر يخرج ينزل مكانه عمرو زهران، واحمد عزب يخرج من الزمالك وينزل مكانه وليد عبد الجواد. عمر هشام على الفري ثرو الاول لا يسجل. اربع محاولات نادي الزمالك حتى هذه اللحظات، نجح في تسجيل محاولتين في الفري ثرو ومحاولتين لم ينجح في تسجيلهم. فري ثرو ثاني لعمر هشام لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند عمر طارق اللي بيسلم لعمر عزب ويهدى بالملعب، يتولى الكابتن عصام فاروق يقلب الملعب على طول لعمرو الجندي تحت الباسكت. هنا باصة حلوة لكن الكات كان موجود والتاتش الأخيرة كانت موجودة من حازم المشد وأوتسايد لصالح نادي الأهلي. 13-4، 3 دقايق 35 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. أوتسايد أهلاوي و10 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. عمرو الجندي فلوتر شوت ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه مره ثانيه لكن عصام فاروق على طول ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه يقلب الملعب لوليد عبد الجواد، عمر هشام قاطع له راح عمر لم ينجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من عمرو زهران، يروح عمرو زهران وهنا في فاول على احمد ياسر. احمد ياسر فاول، ثلاث اخطاء شخصيه هنا وثلاث اخطاء شخصيه هنا على كل فريق. مايكل تومسون يعود للملعب بدل من عمر عزب، مايكل عمرو الجندي، مايكل مره ثانيه زون ديفنس نادي الزمالك، بساط سريعه بوزيشن فور تروح على طول لايهاب امين على 3 بوينت. ايهاب امين ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي، 3 بوينت ولا اروع من ايهاب واسيست ولا اجمل من عمرو الجندي. عمر هشام يبدا الهجمه، عمر ياخذ سكرين يطلع على طول لعصام فاروق يسلم للمشد، المشد قطع له وليد عبد الجواد في غفله دفاعيه كده من عمرو زهران اللي عدى من وراه، يبدا على طول الهجمه عن طريق مايكل تومسون. 16-6، 10 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي، دقيقتين 38 ثانيه او 45 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول. ايهاب امين تحت الباسكت سلم لعمر طارق، واحد على واحد عمر طارق يلف ويرتكز على طول بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 18-6 لصالح نادي الاهلي. عصام فاروق يسلم لودي عبد الجواد، حازم المشد يحاول يلعب واحد على واحد، يستنى الهاند اوف على طول يسلم لاحمد ياسر، احمد ياسر يلف ويرتكز يطلع للمشد على الميديم شوت، المشد شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ايهاب امين على طول ديفنسيف ريباوند حاضر، يبدا الهجمه ايهاب يسلم لعمرو الجندي، ما زال عمرو يمتلك الكره لزهران، زهران على 3 بوينت في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. حازم المشد على طول يزق الوليد عبد الجواد اللي بيسلم بدوره لعمر هشام، لكن هنا في فاول ولا هنشوف ايه، هل هي اوفنسيف فاول ولا فاول على عمرو زهران؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فاول على عمرو زهران، شخصي وفاول على عمرو زهران. هيخرج ايهاب امين، هنشوف مين نزل مكانه. مهيب ملك الكوارت الرابع في احداث جيم 1، ده الفارق من 14 نقطه الى 5 نقاط. لو تتذكروا المباراه عمر هشام على الفري ثرو الاول، ينجح في التسجيل. اخر دقيقتين في عمره احداث الكوارتر الاول، عمر هشام فري ثرو ثاني غير ناجح، يلم على طول عمرو زهران ويسلم لتومسون، تومسون يهدى بالملعب. عمرو الجندي لتومسون مره ثانيه، زهران تومسون بساط سريعه تنتهي عند مهيب لتومسون مره ثالثه، تومسون يعمل الدرايف يروح عمرو زهران على طول يعلي لكن ما ينجحش في التسجيل. عمر طارق يعمل السكند شوت لكن يعترضوا على طول، حازم المشد رقم 55 بفاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح نادي الاهلي. خلاص اي فرقه هترتكب اي فاول بتو شوتس على طول. في تغيير في صفوف الزمالك، نزل خالد عبد الناصر مكان احمد ياسر، وادي عمر طارق على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل.
19-7 لصالح النادي الاهلي وفري ثرو ثاني لا ينجح في التسجيل يلم على طول خالد عبد الناصر بدوره يسلم لعمر هشام يبدا الهجمه عمر يتولى رقبته مايكل تومسون ياخد السكرين يعدي عمر هشام يحاول يطلع الكيك اوت طلع الكيك اوت فعلا لكن السيف حاضر على طول عند عمرو زهران اللي بيعدي وبيروح وبيوصل لكن في فاول على طول هنا على احمد عزب فاول على طول باحمد عزب بتو شوتس لصالح عمرو زهران احمد اسماعيل في التغيير بدلا من عمر طارق وسيف سمير ايضا في التغيير نشوف مكان عمرو الجندي فاول على احمد عزب دي الاعاده قالت لنا ووضحت لنا الفاول طيب هنا ملخص كلام كوتش اوجوستي ان هو بيقول ان في هجمه واعده قانونا هنا نون سبورتس مان لايك فاول كده قرار صحيح هتقول لي القرار صحيح ليه يا كابتن احمد اقول لك ان كان عمرو زهران كان في هجمه واعده والتعديل الاخير للاتحاد الدولي لكره السله ان لو في لعيب رايح في هجمه واعده هو لوحده على الباسكت وتم اعتراضه لا تحتسب فاول لكن تحتسب ان سبورتس مان لايك فاول وشوتس وحيازه نجح عمرو زهران في تسجيل الفري ثرو الاول ولم يسجل الثاني والحيازه اهلاويه مهيب لتومسون عمرو زهران لمهيب على الاوبن شوت مهيب 3 بوينت مهيب لكن القصيره ما ينجحش في التسجيل ديفنسيف ريباوند على طول من احمد عزب عزب يسلم لاحمد ياسر يهوش ويعدي لكن يطلع للمشد عايز يلعب المشد واحد على واحد يروح مع احمد اسماعيل لكن بلوك رائع من احمد اسماعيل مهيب على طول يخلص ويسلم لعمرو زهران عمرو ويهدى بالملعب عمرو ويسلم مايكل تومسون مايكل اخر 50 ثانيه في عمره احداث الكوارتر الاول مهيب لمايكل تومسون زون ديفنس نادي الزمالك تحت الباسكت لاحمد اسماعيل يقلب الملعب على طول لمايكل تومسون في الدرايف مايكل فلوتر شوت مايكل ينجح في تسجيل نقطتين 2 بوينت جديده لمايكل تومسون واول نقاطه في احداث عمره والكوارتر الاول عصام فاروق من الزمالك يبدا الهجمه للزمالك لحازم المشد هاند اوف مع احمد عزب عزب مستني السكرين من حازم وخد سكرين ثاني من خالد عبد الناصر طلع له خالد عبد الناصر سكرين ثالث يعدي عزب لكن هنا في فاول على عمرو زهران فاول صحيح وشوتس على طول لصالح نادي الزمالك عزب على تنفيذ الفري ثرو او التو شوتس وهذه الباصات السريعه اللي بتعمل خلخله كده او عدم تركيز اللاعبين في الديفنس فممكن تخلق مساحات وتوصل زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفينش الاخير لمايكل تومسون احمد عزب على الفري ثرو الاول لا يسجل فري ثرو ثاني لعزب ينجح في التسجيل الثواني الاخيره 19 ثانيه هجمه كامله للاهلي والاهلاويه 22-8 لصالح النادي الاهلي مايكل تومسون هيفنش ازاي ياخد السكرين يعدي مايكل يسلم لعمرو زهران عمرو يعمل البنتريشن من البيس لاين يعلي الكوره لكن ما ينجحش في التسجيل احمد ياسر ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لعزب عزب يحاول يروح للكوره ويوصل لكن هنا في فاول على احمد مهيب بتو شوتس في اخر جزئين من الثانيه احمد مهيب ارتكب فاول وتو شوتس لصالح نادي الزمالك احمد عزب على تنفيذ التو شوتس الكوارتر الاول في جيم 1 انتهى بتقدم الزمالك 17-15 اما حتى هذه اللحظات الاهلي متفوق 22-8 في اخر جزئين من الثانيه لصالح كابتن احمد غالب حكمنا وكابتن محمود هيسلم الكره لاحمد عزب بسرو اول لاحمد عزب فري ثرو اول ناجح لاحمد عزب شكرا لزملائنا في الكنترول بلغوني 6 ثواني على احداث الكوارتر الاول عزب على الفري ثرو الثاني خلاص
لا مش 6 ثواني، جزئين من الثانية. انتهت فعلا احداث الكوارتر الاول اعزائي المشاهدين، 22-10 تقدم النادي الاهلي حتى هذه اللحظات. استراحة قصيرة ونعود اليكم مرة اخرى. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد تقدم وتفوق النادي الاهلي في احداث بدايه الكوارتر الاول وتقدمه 22-10 بفارق ال 12 نقطه. زي ما قلنا لحضراتكم، هنقول لحضراتكم بعض الاحصائيات لهذا الموسم. الاهلي والزمالك تقابلا 5 مرات، مرتان في ذهاب نصف دوري المرتبط، وفي الاياب فاز الاهلي 71 في المباراه الاولى 64، ثم المباراه الثانيه 66-63. في الجوله الخامسه من الدور الترتيبي في دوري المجموعات الأهلي فاز 92 على الزمالك 65، وفي الجولة الـ 12 الأهلي فاز 74 والزمالك 59. وأولى لقاءات البيست اوف 5 في جيم 1 في النصف النهائي دوري السوبر، انتهت أحداث الجيم 1 بتقدم أو فوز الأهلي 71-62. دي بعض الإحصائيات في النادي الأهلي النهاردة في الفري ثرو. 5 محاولات للنادي الأهلي على الفري ثرو، نجح في تسجيل 3 من أصل 5. أما نادي الزمالك 10 محاولات، نجح في تسجيل 5 على 3 بوينت. الأهلي 3 محاولات على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاولة واحدة. أما الزمالك 3 محاولات، لم ينجح في تسجيل أي محاولة. ستارت اللاين أب للكوارتر الثاني: أحمد إسماعيل، أحمد مهيب، عمرو زهران، سيف سمير، ومايكل تومسون. اما نادي الزمالك للستارت اللاين اب ليه: حازم المشهد، عصام فاروق، عمر هشام، احمد عزب، وخالد عبد الناصر. يمكن الفرقتين بداوا بنفس التشكيل اللي انتهى بيه الكوارتر الاول. احمد عزب ياخد السكرين، يحاول يعدي، يقف، يستنى البيك اند رول، لكن قرر انه يشوط، لقى نفسه فاضي، نجح في تسجيل نقطتين كمان وتو بوينت جديده يفتتح بها احمد عزب بدايه احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون، مايكل مان تو مان، قلب دفاعاته نادي الزمالك. مايكل تومسون ما زال مع الكره، ياخذ سكرين من اسماعيل، سكرين ثاني من اسماعيل، مايكل على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. سيف سميري يعمل السكند شانس وينجح في الاحتفاظ بالكره. مايكل ياخذ سكرين مره ثانيه ويسلم لاحمد مهيب، مهيب في البنتريشن يطلع الكيك اوت لعمرو زهران، عمرو يشوط في الثانيتين الاخرى لكن لا ينجح في التسجيل. لكن هنا صفرت البزر ال 24 سنه كانت اسرع، والحيازه على طول لنادي الزمالك. عزب يسلم للمشد، المشد يعمل الدرايف من الميدل، يقف ويرتكز والسيمي هوك لكن ما ينجحش التسجيل. خالد عبد الناصر سكند شانس ينجح انه ياخدها وياخد معاها فاول وخطا شخصي على سيف سمير. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي واولى الاخطاء الشخصيه على سيف سمير. كريم حاتم بدلا من عمرو زهران، والفري ثرو الاول دي النقطه الوحيده او الباسكت الوحيد اللي تم تسجيله حتى هذه اللحظات في بدايه احداث الكوارتر الثاني. طبعا كامل الشكر والتقدير لمخرجنا كابتن شادي عبد السلام ومخرج اسكندريه كابتن محمد دكروري، كل الشكر والتقدير لما يبذلوه اليوم. فري ثرو اول غير ناجح لخالد عبد الناصر، وفري ثرو ثاني اير بول لخالد عبد الناصر. حيازه اهلاويه، ينزل علي حجازي، هنشوف نزل مكان مين. مايكل تومسون يبدا الهجمه الاهلي. مايكل عدى، مايكل يسلم للسيف، سيف مع حجازي، حاول يلعب واحد على واحد، يطلع لمايكل تومسون، يقلب الملعب على طول بالسكيب باص لكريم حاتم. كريم حاتم يهوش كده ويسلم لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل قطع له مين، قرر ان هو يلعب لوحده واحد على واحد، يطلع لمهيب، مهيب يهوش حلو قوي على الميديم شوت في البازر تايم، ينجح في تسجيل 2 بوينت على طول. مهيب مع البازر تايم ينجح في تسجيل نقطتين. ستيل رائع من كريم حاتم، اهدى كريم، ايوه كده، برافو عليك يا كريم، صغير السن عقل كبير كريم حاتم. كريم عدى، كريم يعمل الدرايف يطلع كيك اوت لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل تردد وراح وشاط لكن ما ينجحش في التسجيل على طول.
عمر هشام يلم يسلم لعصام فاروق. احمد عزب ياخد سكرين حازم مشد يعمل بنتريشن على طول البيك اند رول مع حازم مشد يقف ويلف ويرتكز ويروح، لكن سيف سمير على طول ينجح فيه الديفنسيف ريباوند. مهيب يقف على 3 بوينت مهيب لكن سريع جدا يا مهيب، يلم على طول عصام فاروق من نادي الزمالك. يبدا الهجمه عصام يسلم للمشد 24-12 لصالح النادي الاهلي، 12 نقطه لصالح الاهلي. عمر هشام في البنتريشن يروح ويحط جسمه كده سكند شانس عند المشد، لكن اعترضوا السيف سمير بفاول وخطا شخصي بالتو شوتس لصالح حازم المشد. اللعبه الاخيره شكرا مخرجنا مع البازر تايم كانت هي الاقوى. حازم المشد والفري ثرو الاول. فريسرو اول غير ناجح لحازم المشد. افكر حضراتكم ان بعد هذا اللقاء يقام لقاء اتحاد وسموحه، واللي انتهى نتيجه الجيم 1 بفوز نادي الاتحاد على نادي سموحه 97-54. مواعيد المباريات ان شاء الله يوم الاثنين 10-4 ويوم الاربعاء 12-4، ولو في مباراه خمسه يبقى يوم الخميس. وفريسرو ثاني غير ناجح. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند سيف سمير. سيف سمير يسلم لكريم حاتم ويبدا الهجمه. كريم كريم يدور على مايكل، مايكل ياخد الكوره ياخد سكرين من سيف سمير كريم حاتم مره ثانيه. كريم يعمل الدرايف هاند اوف على طول مع احمد مهيب. مايكل تومسون فلوتر شوت، مايكل ينجح في تسجيل نقطتين كمان. مايكل تومسون بالفلوتر شوت احمد عزب يعدي عزب ياخد سكرين. تقدم النادي الاهلي 26-12. وادي الكيك اوت على طول لعزب، عزب يروح يخترق يوصل، لكن هنا في فاول وحالة احمد اسماعيل. احمد اسماعيل وفاول. حوار دائر ما بين الكابتن احمد غالب واحمد اسماعيل وسيف سمير في الخروج وينزل مكانه عمرو الجندي. هنشوف مين احمد ياسر في الزمالك يخرج يدخل وينزل ويخرج مكانه حازم المشد. عمرو الجندي هو زي ما احنا شايفين حضراتكم على النزول معاهم ايهاب امين بدلا من سيف سمير. واقول لكم مين تاني، احمد ياسر يعود لارض الملعب مره اخرى والفري ثرو الاول لاحمد عزب ينجح في التسجيل. اكتر لاعبي في تغيير هيتم لان اصابه احمد اسماعيل. كابتن محمود يسرع للتغيير لاصابه احد اللاعبين احمد اسماعيل. على حدوث اصابه طبعا لازم يتم تغييره. اطمئنان على ينزل مكانه عمر طارق زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. عزم على الفري ثرو الثاني، اكثر من شاطه فري ثرو في الكوارتر الاول ينجح في التسجيل ايضا الفري ثرو الثاني. 26-14 لصالح نادي الاهلي، 12 نقطه هي الفارق. تقدم النادي الاهلي حتى هذه اللحظات. مايكل تومسون، مايكل يسلم للجندي هاند اوف مع تومسون، تومسون باختراقاته هاند اوف مره ثانيه مع ايهاب امين اللي نزل مكان احمد مهيب. ايهاب يقف لكن الكره بتعمل عليها السيل على طول وتتخطف منه من احمد ياسر. احمد ياسر يروح يسلم لعزب، عزب ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده للصالح نادي الزمالك. فاست بريك سريع على طول عمر طارق ينجح في تسجيل دنك ب 2 بوينت جديده يعوض النقطتين اللي اتخطفوا من النادي الاهلي كده برد سريع على طول. عمر هشام يسلم لاحمد ياسر، نتيجه 26-16 ده الفرق الى 10 نقاط. زياد ايمن وادي حجازي على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول عمر طارق ويسلم لمايكل تومسون يبدا الهجمه. مايكل تومسون يعدي بالملعب يفتح الملعب 26-16 ما زال الاهلي متقدم. مايكل تومسون لكريم حاتم، كريم يعمل الدرايف يسلم لعمرو الجندي. مايكل على 3 بوينت مره ثانيه مايكل لكن ينجح في التسجيل. فولو على طول رائع اوفنسيف ريباوند من ايهاب امين لكن لا ينجح في التسجيل. سلم على طول نادي الزمالك عن طريق زياد ايمن اللي يقف والفلوتر شوت وينجح في التسجيل نقطتين كمان و2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك.
ده الفرق الى 8 نقاط لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون لعمرو الجندي، ما زال الفريقان مان تو مان. ياخذ السكرين عمرو من عمر طارق، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، عمر طارق او عمرو الجندي عفوا لكريم حاتم، وهنا في فاول، فاول على احمد ياسر لاعب نادي الزمالك. ستة وعشرين 18 لصالح النادي الاهلي. وردائر 5 دقائق 8 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. 28-18 عفوا. الجندي على 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، فولو عند عمر طارق، تخبط في مين؟ تخبط في المشد وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 5 ثلاثيات محاولات للنادي الاهلي في الكوارتر الثاني، لم ينجح في تسجيل اي محاوله. كريم حاتم لمايكل تومسون، مايكل مستني ايهاب امين، سلم ايهاب امين فعلا، خد سكرين من عمرو الجندي، ايهاب في الدرايف من البيز لاين يقف ويطلع كيك اوت لتومسون، تومسون في الدرايف مره ثانيه يقف ويسلم لعمرو، عمر طارق، عمر طارق لقى كوره في الباك لي اب لكن هنا في بلوك، والكوره ال 24 ثانيه كانت هي الاسرع واوت سايد حيازه لصالح نادي الزمالك. 10 نقاط هو الفارق. في تغيير قادم في صفوف الاهلي، عمر عزب مكان كريم حاتم. ايضا شايف يستعد مروان سرحان. في تغيير في صفوف نادي الزمالك ايضا، احمد ياسر يخرج، هنشوف نزل مكانه مين، نزل مكانه خالد عبد الناصر. الروتيشن هو واحده من خصائص كوتش احمد بركه. حازم المشد هاند اوف مع زياد لكن تراجع وسلم لعمر هشام، عمر هشام وهنا اوفنسيف فاول على حازم المشد رقم 55 والكره في حيازه النادي الاهلي على طول. تاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك، تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. توتال فاولات اوتسايد اهلاوي، ينزل علي حجازي مكان حازم المشد. طبعا هيقول لك ليه حازم المشد مرتكب خطأين شخصيين حتى هذه اللحظه. 4 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. مايكل تومسون ضغط عليه عزب، مايكل عدى قبل الثمان ثواني وهنا في فاول وخطا شخصي على احمد عزب. ثاني الاخطاء الشخصيه على عزب، ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. يخرج عزب ينزل مكانه عصام فاروق. اوتسايد اهلاوي، عمر عزب يسلم للجندي، ايهاب امين مره ثانيه، مايكل تومسون، مايكل 3 بوينت، مايكل شوت نجح في تسجيل 3 نقاط. مايكل تومسون 31-18 يوسع الفارق الى 13 نقطه عن طريق مايكل تومسون. عمر هشام يعدي عمر بسكرين من خالد عبد الناصر، ما زال محتفظ بالكره، علق لخالد عبد الناصر لكن سريعه جدا وبعيده جدا، يلم على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عن طريق عمرو الجندي، يعدي عمرو الجندي في الاول ذا واي، راح عمرو الجندي وصل لكن ما بينجحش في التسجيل، يقع كده، بتلم الكره على طول من نادي الزمالك عن طريق عمر هشام، قطع له خالد عبد الناصر، وقف له، راح وصل، لكن هنا في فاول على مايكل تومسون. اولى الاخطاء الشخصيه على تومسون، ثالث الاخطاء الشخصيه توتال على نادي الاهلي. تو شوتس لصالح خالد عبد الناصر. يخرج عمر هشام، يعود احمد عزب مره اخرى. خالد عبد الناصر والفري ثرو الاول لا يسجل. 7 محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو، نجح في تسجيل محاولتين، الاهلي لم تاتي له اي محاوله، والفري ثرو الثاني نجح لنادي الزمالك عن طريق خالد عبد الناصر. مايكل تومسون يبدا الهجمه، الضغط العالي ودفاعاته، الدفاعات المتقدمه من الكوتش احمد برعي. البريسنج مايكل تومسون مرة ثانية. يفتح الملعب مايكل. يلعب 1-1، عدى كروس اوفر رائع، سلم على طول لإيهاب أمين في الكيك أوت، إيهاب أمين على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، زق معاها كده، حاول معاها مايكل تومسون، لكن توصل لأحمد عزب، أحمد في الدرايف على طول ويروح ويوصل، لكن هنا الكرة عند مين؟ عند إيهاب أمين، إيهاب أمين في الأول ذا واي رايح يعدي. يا سلام لو بص الناحية الثانية بشماله، روعة الروعة، اسيست مفيش أجمل من كده، باسكت مفيش أحلى من كده من عمر طارق. على طول تايم أوت يطلبه الكوتش أحمد برعي بعد تقدم النادي الأهلي 33-19.
تايم اوت والتعليمات الاخيره من الكوتش اوجوستي والاسيست الرائع ليه ايهاب امين لعمر طارق. يا سلام لو نعيدها تاني ونشوفها تاني من اولها في الاول زاوية. بدا ايهاب امين وصل سحب اتنين عليه نبداها هنا. شكرا مخرجنا كابتن شادي وكابتن دكروري. هنا بدا في الاول زاوية ايهاب امين سيطر على الكره راح سحب معاه اتنين او ثلاثة كمان في الدفاعات بطرف عينه لمح عمر طارق. عمر طارق حط جسمه صح بشماله صح باسكت مفيش اجمل من كده. تايم اوت يطلبه الكوتش مرعي طبعا مجهود كبير من زملائنا في الاعداد استاذ محمد ناجي والاستاذ احمد رشاد وطبعا برئاسه التحرير استاذتنا وست الكل السيده الفاضله استاذ عز حافظ طبعا رئيس التحرير اللي قايمه بمجهودات عظيمه مع طاقم الاعداد. وايضا مش عايزين ننسى مخرجنا استاذ شادي عبد السلام والكابتن محمد دكروري في الاخراج والاستمتاع بالمباراه. 33 19 3 دقائق 11 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. انتهت احداث الكوارتر الاول 22 10 لصالح النادي الاهلي وحاليا 33 19 لصالح النادي الاهلي. تعليمات السنيور اوجوستي عنده ابو النصر فاولين عنده مايكل تومسون فاول عمر طارق فاول احمد اسماعيل فاول مهيب فاول سيف سمير فاولين وعمر عمرو زهران فاولين. ده فاولات النادي الاهلي. فاولات نادي الزمالك عزب فاولين ياسر احمد ياسر فاولين علي حجازي فاولين حازم مشد فاولين. الحيازه زملكاويه تركيز عميق من السنيور وضغط اهلاوي بريسنج للنادي الاهلي. مروان سرحان يعود او في اول مشاركه ليه بدلا من عمر طارق. عصام فاروق من نادي الزمالك يبدا الهجمه. عصام يعدي عصام بسكرين من خالد عبد الناصر او عفوا مش مكان عمر طارق. زياد يسلم لعلي حجازي اللي بيشوط على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. فص بريك على طول من ايهاب امين. ايهاب راح لكن هنا الكره تقطع منه توصل على طول نادي الزمالك عن طريق احمد عزب. احمد عزب في كيك اوت لزياد. زياد على الثري بوينت شوت لا ينجح ايضا في التسجيل. ديفنسيف اوفنسيف ريباوند حاضر على طول من نادي الزمالك. احمد عزب مستني السكرين من خالد عبد الناصر. خالد يقف ويعلي على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من مروان سرحان. هنا في ايقاف للملعب نشوف في ايه اللي حصل. كوتش اوجوس على طول بيستغل التوقف ده ويبلغ تعليمات فنيه سريعه لخماسي الملعب عمرو الجندي وعمر طارق وايهاب امين ومروان سرحان وعمر عزب. اخر دقيقتين 22 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثاني والكره في حيازه النادي الاهلي. احمد عزب يخرج وزياد ايضا يخرج وينزل مكان عمر هشام واحمد ياسر من نادي الزمالك. والاوتسايد اهلاوي اهلاوي جماهير النادي الاهلي اعظم جمهور في الكون دائما وابدا خلف فراقها في كل المجالات والمحافل. اوتسايد يتلعب لعمرو الجندي. عمرو الجندي لايهاب امين. ايهاب لسه الكره مع ايهاب يسلم للجندي. الجندي لعمر طارق. عمر طارق يلف ويروح يوصل ينجح لكن في فاول بدلك لعمر طارق لكن في فاول هنا لصالح عمر طارق بتو شوتس لصالح نادي الاهلي. خلاص اربع فاولات على نادي الزمالك. لو نعيدها مره ثانيه نشوف مين اللي ارتكب معاه الفاول مين اللي عمل معاه الفاول. احمد ياسر يخرج من الزمالك ينزل مكانه زياد ايمن والفري ثرو الاول لعمر طارق ينجح في التسجيل. فري ثرو الثاني لعمر طارق دقيقتين 15 ثانيه تقدم النادي الاهلي 34 19 فرق ال 15 نقطة والفري ثرو الثاني أيضا ناجح لعمر طارق وسع الفرق إلى 16 نقطة لصالح النادي الأهلي. عصام فاروق هاند أوف على طول مع عمر هشام. عمر هشام يعدي بسكرين
لسه الكره مع عمر لعصام فاروق يقف على 3 بوينت في الاوبن شوت شوت نجح في تسجيل 3 نقاط اولى الثلاثيات لعصام فاروق يعدي النادي الاهلي عن طريق عمر عزم 35 22 لصالح النادي الاهلي عمرو الجندي مستني سكرين من عمر طارق قال عمر طارق لكن هنا في فاول على زياد ايمن زياد ايمن وفاول في شوتس على طول لصالح النادي كرة لعصام فاروق الثري بوينت الاخير اللي نجح فيه تسجيل اسماعيل يعود مره ثانيه بعد ما تم علاجه هيخرج عمر طارق وينزل مكان اسماعيل احمد اسماعيل ينجح عمرو الجندي في تسجيل الفري ثرو الاول احمد اسماعيل في جيم 1 21 دقيقه لعب خمس نقاط تسجيل عمرو الجندي فري ثرو الثاني ايضا ناجح 16 دقيقة في الجيم 1 ست نقاط نجح في تسجيلهم في جيم 1 دي بعض الاحصائيات اللي تم امدادنا بيها عمر هشام يعمل الدرايف يروح يوصل لا يسجل سرعة على الكرة ينتهي عند عمرو الجندي عمرو الجندي يبدا الهجمة على طول مستني اللي قاطع له يهدى بالملعب لعمر عزب عمر عزب يقلب الملعب على طول لمروان سرحان بساط سريع من النادي الاهلي تنتهي عند ايهاب امين في 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل سكند شوت حاضر عند عمرو الجندي لكن هنا في فاول على اللاعب رقم 20 علي حجازي وتو شوتس لصالح النادي الاهلي ثمان محاولات على 3 بوينت للنادي الاهلي في احداث عمر الكوارتر الثاني نجح في تسجيل محاوله وحيده وثلاث محاولات لنادي الزمالك نجح ايضا في تسجيل محاوله وحيده على 3 بوينت حازم المشد ينزل بدلا من علي حجازي علي حجازي ثلاث اخطاء شخصيه عمرو الجندي والفري ثرو الاول 22 37 ب 14 ثانيه فري ثرو اول ناجح لعمرو الجندي وفري ثرو تاني ايضا ناجح لعمرو الجندي. ست محاولات النادي الاهلي على الفري ثرو والفاول شوتين نجح في تسجيلهم بنسبه 100%. عصام فاروق يعدي بالملعب ياخد سكرين من مشد يعمل الدرايف من الميدل في البيك اند رول مع حازم مشد طوع من ايده كده ويستلم على طول عمر عزب عمر عزب يبدا الهجمه ويهدى على ملعبه مع عصام فاروق يتولى الكابتن عدى عمر عزب لسه الكوره معاه هوش حلو قوي راح واخترق طلع الكيك اوت عند عمرو الجندي عمرو الجندي في الثري بوينت بعد البيك اند رول راح لكن لا ينجح في التسجيل عبد الناصر يلم على طول اوفنس ديفنسيف ريباوند يبدا الهجمه عن طريق احمد عزب اللي عاد مره ثانيه للملعب عزب ياخد سكرين مره والثانيه من مشد لكن هنا في فاول على ايهاب مين شخصي وفاول على ايهاب مين تو شوتس لاحمد عزب فري ثرو اول ناجح لعزب اكثر اللاعبين تسجيلا للفري ثرو حتى هذه اللحظات في بدايه احداث الكوارتر الاول والثاني 23 39 اخر نصف دقيقه في احداث 35 ثانيه بالتمام والكمال على الكوارتر الثاني فري ثرو الثاني ايضا ناجح يبدا الاهلي الهجمه 35 ثانيه ايهاب امين ايهاب عدى حلو قوي ايهاب راح في الاول زاويه سلم لاحمد اسماعيل ودانكن يور فيس دانك احمد اسماعيل نقطتين كمان 41 24 يعدل النتيجه وادي بلوك ولا اروع من مروان سرحان بعد ما وصل احمد اسماعيل او احمد عزب الى الباسكت عيدها مره ثانيه ادي الباصه وادي الاسيست وادي الدنك وادي ان يور فيس دانك ولا اروع من احمد اسماعيل يا سلام لو نخش باب الاعاده لاحمد ليه مروان سرحان لكن خليها مش دلوقتي 20 ثانية زياد يسلم للمشد المشد
هاند اوف مع احمد عزب، عزب على الميديم شوت، شوت قصيره ينجح الاهلي في الريباوند على طول، عمر عزب يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لايهاب امين، ايهاب امين على الثري بوينت في الثواني الاخيره ينجح ايهاب امين في تسجيل ثلاث نقاط ويوسع الفارق الى 44-24، فارق ال 20 نقطه لصالح النادي الاهلي. كوارتر ثاني رائع من الماتادورز بقياده السنيور اوغستي جولبي بوش يتوج عنه بتقدم النادي الاهلي فارق ال 20 نقطه لصالحه. اعزائي المشاهدين، استراحه قليله ما بين احداث وعمر الكوارتر الثاني، وننتقل سريعا الى الاستوديو التحليلي بقياده الزميل العزيز الاعلامي المتالق كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع، وعودة مرة أخرى لبداية أحداث الكوارتر الثالث وجيم 2 ما بين الأهلي والزمالك في السيمي فاينال أو نصف نهائي دوري السوبر الممتاز لموسم 22-23. أفكر حضراتكم بتشكيل فريقين: احمد عزب، عصام فاروق، عمر هشام، اسلام سالم، احمد ياسر، زياد ايمن، علي حجازي، فهم زدان، خالد عبد الناصر، حازم المشهد، وليد عبد الجواد. ده تشكيل نادي الزمالك. القياده الفنيه للكوتش احمد مرعي، اما النادي الاهلي عمرو زهران، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، احمد مهيب، احمد اسماعيل، ابو النصر، مايكل تومسون، عمر طارق. القياده الفنيه للكوتش والسنيور اوغستي جولبي بوش. بعض الاحصائيات سريعا في بدايه احداث الكوارتر الثالث، كوارتر اول وثاني. النادي الاهلي على 3 بوينت 16 محاوله نجح في تسجيل 3 بنسبه 18%، وعلى الفري ثرو 12 محاوله نجح في تسجيل 9 بنسبه 75%. نادي الزمالك 6 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل محاوله وحيده بنسبه 16%، على الفري ثرو 21 محاوله نجح في تسجيل 11 بنسبه 52%. توب سكورر الكوارتر الاول والثاني في نادي الزمالك هو احمد عزب برصيد 13 نقطه، اما نادي الاهلي فايهاب امين 8 نقاط، عمرو الجندي 10 نقاط، وعمر طارق 12 نقطه، وات مايكل تومسون 7 نقاط. حكام اللقاء اليوم كابتن اسلام وحيد، كابتن محمود ابراهيم، كابتن احمد غالب، ومراقب المباراه كابتن احمد فلكي. والستارت لاين اب للنادي الاهلي: مايكل تومسون، ابو النصر، ايهاب امين، احمد اسماعيل، ومروان سرحان. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي. سريعا كده كوارتر اول انتهى بتقدم النادي الاهلي بفارق ال 12 نقطه 22-10، والكوارتر الثاني انتهى بفارق ال 20 نقطه 44-24 لصالح النادي الاهلي، والحيازه لصالح النادي الاهلي. ستارت لاين اب لنادي الزمالك: المشد واحمد عزب، احمد ياسر، عمر هشام، وعصام فاروق. كره والحيازه اهلاويه. مايكل تومسون في قياده الهجمه لمروان سرحان، سكرين لمايكل تومسون، سكرين ثاني لاحمد اسماعيل، يعمل بيك اندرول، يسلم لاسماعيل، اسماعيل يلحق فعلا، يشوف مين اللي قاطع له، يحاول يلعب، لكن هنا في ايه؟ في دبل دريبل على احمد اسماعيل. ترن اوفر على النادي الاهلي ودبل دريبل لصالح نادي الزمالك. يستلم عمر هشام على طول ويسلم بدوره لاحمد عزب، يبدا الهجمه، عزب مسكو ومتولي رقبته ابو النصر، حازم المشد، هاند اوف مع عمر هشام، واحد من اخطر لاعبي نادي الزمالك ومفتاح لعب مهم جدا. وادي السير رائع من ايهاب امين، تروح لابو النصر، يهدى ابو النصر ويتقل كده على ملعبه ويسلم لايهاب امين. ايهاب امين في الهيد، ياخد سكرين اول وثاني من احمد اسماعيل في البيك اندرول، لكن قرر انه يروح يطلع كيك اوت، فعلا طلع كيك اوت، لكن هنا في مخالفه وفاول على احمد عزب، ثالث الاخطاء الشخصيه على عزب، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون هيطلع الاوت، ابو النصر يسلم لمروان سرحان، مروان في الدرايف، مروان يسلم لاحمد اسماعيل، اسماعيل بيلعب واحد على واحد، يلحق كوره لايهاب امين، ايهاب في الثري بوينت على طول بيشوط لكن لا ينجح في التسجيل، وهنا في فاول، هنا في فاول، فاول على احمد اسماعيل. بوشنج مظبوط، قرار سليم من كابتن احمد غالي، في بوشنج هنا من احمد اسماعيل.
تاني الاخطاء الشخصيه توتال على النادي الاهلي، وتاني الاخطاء الشخصيه ايضا على احمد اسماعيل بالروفر وفاول في بدايه احداث الكوارتر الثالث على اسماعيل. عصام فاروق لم يفتتح اي من الفريقين نقاط احداث الكوارتر الثالث. حازم المشهد درب العاصمه الاهلي والزمالك على قناه النادي الاهلي، قناتكم المفضله. عزق في البنتريشن يقف على الميديا بشوت شوت لا ينجح في التسجيل. مايكل توبسون ديفنسيف ريباوند حاضر على طول ويبدا الهجمه. مايكل خد سكرين من احمد اسماعيل. مايكل توبسون يودي على طول لاحمد اسماعيل تحت الباسكت، تلف يا احمد، روح يا احمد، لكن بلوك ولا اروع من احمد ياسر. يقلب على طول مايكل تومسون ليه ابو النصر، ابو النصر يعمل الدرايف يسلم لاسماعيل، اسماعيل مره ثانيه قطع له ابو النصر، راح ابو النصر سجل ابو النصر، لم ينجح في التسجيل. يلم على طول المشد ويسلم لاحمد ياسر، احمد ياسر ليه عمر هشام ياخذ سكرين من المشد يعدي عمر هشام في الدرايف رايح وصل لكن لا ينجح في التسجيل. مروان سرحان على طول يخلص في الديفنسيف ريباوند ويسلم لابو النصر، ابو النصر يبدا الهجمه لسه ابو النصر لتومسون، مايكل تومسون وادي مروان سرحان على الثري بوينت ولا اروع من مروان سرحان ينجح في تسجيل اولى نقاط النادي الاهلي في احداث وعمر الكوارتر الثالث بثلاث نقاط افتتاحيه عن طريق مروان سرحان. 47 3 24 لصالح النادي الاهلي. احمد عزب ياخذ سكرين من المشد يعدي يقف عزب ويسلم لعمر هشام يطلب حازم المشد في سكرين مره ثانيه. عمر هشام يقف على الميديم شوط قصيره تطلع اوت يلحق مروان سرحان ويسلم للبوب ايهاب امين. ايهاب اللي انهى الكورتر الثاني بثلاثيه مع البازر تايم وادي اسيست رائع لكن هنا في فاول على احمد ياسر من نادي الزمالك. زياد ايمن مكان عمر هشام وادي ثلاثيه مروان سرحان اوبن شوط رايح بمنتهى الثقة. وادي ابو النصر على الثري بوينت مرة ثانية لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول احمد عزب في الديفنسيف ريباوند يروح في الاول ذا واي رايح واصل لكن هنا بيعترضوا مروان سرحان بفاول وخطأ شخصي والتو شوتس لصالح احمد عزب. اولى الاخطاء الشخصية على مروان سرحان، ثالث الاخطاء الشخصية توتال على النادي الاهلي. في تغيير في صفوف الزمالك، شايف علي حجازي، لا عفوا خالد عبد الناصر مكان حازم المشد. عزب على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل رصيده 14 نقطه حتى هذه اللحظات، اكثر من نصف السكور او تقريبا نصف السكور لنادي الزمالك مسجله احمد عزب. فري ثرو ثاني لاحمد عزب ينجح ايضا في التسجيل. يبدا النادي الاهلي هجمه عن طريق مايكل تومسون يطلب السكرين عشان يعدي قبل 8 ثواني لكن هو قادر ان هو يعدي. مايكل تومسون يعدي فعلا يسلم ايهاب امين، ايهاب يستلم النص ياخذ سكرين من اسماعيل في البيك اند رول لكن يهرب ايهاب ويحاول يسلم يقلب الملعب على طول مروان سرحان للمره الثانيه مروان لكن بعيد المره دي يلم ابو النص في السكند شوت يروح ويطلع لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي 49 26 لصالح النادي الاهلي. عصام فاروق يعدي قبل 8 ثواني يتولى رقبته مايكل تومسون عدى عصام في البيك اند رول لكن وقف وعلى الميديا بشوت شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. تومسون على طول ديفنسيف ريباوند رايح تومسون في الاول ذا واي طلع لمروان سرحان، مروان سرحان في الباك لاب ولا اروع لمروان سرحان ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده يوسع الفارق الى 51 26 5. خمسة 25 نقطه فارق لصالح النادي الاهلي. تعليمات كده للكوتش اعتقد ان في اصابه لو الكاميرا كده تروح مع الملعب اعتقد ان في اصابه. سلامات 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 لعصام فاروق او خالد عبد الناصر عفوا، الف سلامه لخالد عبد الناصر واحد من نجوم نادي الزمالك ونجوم منتخب مصر مع الكوتش روي رانا اللي تاهل الى كاس العالم. الف مليون سلامه للاعبنا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر خالد عبد الناصر، يتم تبديله وان شاء الله نطمن عليه. كوتش اوجستي وتركيز تام وحاد
في احداث ديربي العصر. احمد عزب يعدي ويسلم لأصام فاروق، حازم المشد موجود في الملعب، وايضا احمد ياسر. عزب يقف يطلع للمشد، معاه احمد اسماعيل، واحد على واحد المشد يقف ويروح بشماله وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. ايهاب امين يبدا الهجمه للنادي الاهلي، ياخد سكرين من اسماعيل، عدى يعمل بيك اند رول روعه ويروح ويسجل في الباك لاب، وفاول على حازم المشد، نقطتين كمان للصالح نادي الاهلي، وفاول واند وان لصالح احمد اسماعيل. ادي الباك لاب وادي الفاول وادي الاند وان لاحمد اسماعيل. اند وان غير ناجح لاحمد اسماعيل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق عصام فاروق. يبدا الهجمه، عزب يوصل يروح في وسط صراع عمالقه، ينجح في انه ياخد فاول ويحصل على فاول على احمد اسماعيل. فاول على احمد اسماعيل. لو تم احتساب هذا الفاول على احمد اسماعيل يبقى احمد اسماعيل عنده مشكله لانه ثلاث اخطاء شخصيه، اما لو ارتكب مروان سرحان هذا الفاول، احنا ما شفناش الاشاره، هيبقى مروان سرحان عنده 2 فاول. لكن في الاخير يحتفظ كوتش اوجوستي بعمر طارق وسيف سمير وعمرو الجندي، يستطيع استغلالهم تحت الباسكت، وبالاخص عمرو الجندي في بوزيشن 4. تو شوتس لصالح احمد عزب. بيسرو اول لعزب. ناجح في التسجيل. 3 محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الثالث، نجح في تسجيلهم عن طريق احمد عزب. بكده لو جاب دي هيبقى 17 نقطه في رصيده، لكن لا ينجح في التسجيل. يلم ايهاب امين على طول ديفنسيف ريباوند ويبدا هو الهجمه. يبدا الهجمه لبوب ايهاب امين. 53 28 لصالح النادي الاهلي، 5 دقائق 23 ثانيه على احداث الكوارتر الثالث. ايهاب امين، ايهاب يقف ويقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول مروان سرحان على الاوبن شوت 3 بوينت، وينجح مروان سرحان في تسجيل 3 نقاط ولا اروع. مروان برصيد 6 نقاط في احداث وعمر الكوارتر الثالث، يجعل التقدم اهلاوي 56 28. حازم المشد في هجمه زملكاويه لاحمد عزب، يعمل يعدي بالسكرين، يقف ويسلم لعصام فاروق. عصام على 3 بوينت، عصام شوت نجح عصام في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الزمالك. ثاني الثلاثيات لعصام فاروق لاعب نادي الزمالك، واحد من ناشئين نادي الزمالك اللي استعان بيهم كوتش احمد مرعي في الفتره الاخيره. مايكل توبسون، مايكل كروس اوفر رائع، ميديام شوت اجمل من كده مفيش، احلى من كده مفيش. مايكل توبسون 8 نقاط في بعبته حتى هذه اللحظات لمايكل توبسون. 9 نقاط عفوا. احمد عزب، عد عزب يعمل الدرايف، يقف ويستنى ويشوف هيطلع لمين، يلف ويرتكز، يستخدم اللوحه ويروح، لكن ما ينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول رائع من ايهاب امين. ايهاب امين اسيست ولا اروع، ودنك ولا اجمل من ابو النصر. نقطتين كمان يوسع الفارق الى 29 نقطه لصالح النادي الاهلي. حازم المشد في قياده الهجمه للزملكاويه. حازم لعصام فاروق مره ثانيه، عصام يعدي، عصام يقف ويرتكز بشمال وراح ما سجلش، يخبط الكره على طول احمد اسماعيل في زياد ايمن، وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي 4 دقائق 22 ثانيه 60 31، 29 نقطه. وادي اللعبه الاخيره، وادي الاسيست الرائع من ايهاب امين، وادي الدنك الاجمل من ابو النصر. في تغيير، عمر عزب يعود الى الملعب في صفوف النادي الاهلي، هنشوف مكان مين. في تغيير اخر، لكن خلينا في المباراة. يضغط نادي الزمالك، يعدي مايكل تومسون، مايكل مع احمد عزب، يسلم لعمرو الجندي لسه نازل دلوقتي،
عمرو الجندي ياخد سكرين من احمد اسماعيل يوقف بالفلوتر شوت يستخدم اللوحه لكن ما بنجحش في التسجيل. يحاول معها اسماعيل لكن توصل في الاخير الى احمد ياسر. يبدا الهجمه احمد ياسر يسلم لاحمد عزب، احمد عزب لزياد ايمن، عزب مره ثانيه ياخد سكرين من حازم المشد يوقف حازم في البيك اند رول يطلع كيك اوت لحازم المشد تحت الباسكت قطع له عزب في غفله دفاعيه اهلاويه ينجح عزب في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. واحد من نجوم هذا اللقاء بالارقام بالاحصائيات احمد عزب توب سكورر حتى هذه اللحظات لنادي الزمالك. مايكل تومسون سكرين من اسماعيل عدى وسكرين مره ثانيه تومسون على 3 بوينت لكن هينجح في التسجيل هيشد على طول ديفنسيف ريباوند ويوصل لعمر هشام. عمر يهدم ملعبه عمر يعدي في السكرين يقف ويرتكز يطلع لمين يطلع لاحمد ياسر. ياسر دفاعات قويه من النادي الاهلي يقطع مروان سرحان لسه الكره بيسيطر عليها المشاد توصل عند احمد ياسر. احمد ياسر في الدرايف على طول ومعاه اسماعيل لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عزب على طول حاضر في الديفنسيف ريباوند ويطلع الكره لمايكل تومسون. مايكل قطع له عمرو الجندي، عمرو الجندي في السكيب باس على طول لمروان سرحان لكن لا ينجح في التسجيل. برد لك مروان 4 محاولات للنادي الاهلي منهم 3 لمروان في الكوارتر الثالث نجح في تسجيل نقطه محاولتين من اصل 4. عمر هشام في الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل. مايكل تومسون في اخر دقيقتين و45 ثانيه ديفنسيف ريباوند ويبدا الهجمه مره ثانيه للنادي الاهلي. مايكل سكرين من اسماعيل عدى مايكل يطلع الكيك اوت لعمرو الجندي. عمرو الجندي درايف عمرو رايح عمرو وصل عمرو خد الفاول زياد ايمن يرتكب معه فاول وخطا شخصي و تو شوتس لصالح ميديا شوت بتاعه مايكل تومسون 9 نقاط حتى هذه اللحظات. مايكل تومسون استطاع تسجيلهم في صفوف نادي في سله نادي الزمالك. يخرج اسماعيل وينزل عمر طارق ويخرج ابو النصر وينزل عمرو زهران من نادي الاهلي. يخرج احمد ياسر وينزل علي حجازي من نادي الزمالك او عفوا خالد عبد الناصر من نادي الزمالك والرباعي كما هو. فري ثرو عمرو الجندي لا يسجل. وفري ثرو ثاني عمرو الجندي ينجح في التسجيل. 3 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو في الكوارتر الثالث نجح في تسجيل محاوله وحيده. نادي الزمالك 4 محاولات نجح في تسجيل 3 محاولات بنسبه 75%. فاول على عمرو زهران خطأين شخصيين على عمرو زهران و4 اخطاء شخصيه توتال على النادي الاهلي اخر دقيقتين و20 ثانيه في عمر احداث الكوارتر الثالث. 17 ثانيه متبقيه على نهايه عمر الهجمه. يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق عمر هشام. عمر يعمل الدرايف عمر في البيك اند رول مع علي حجازي يخرج مره ثانيه يحاول يلعب واحد على واحد يعلي الكوره بالهوك لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عمر طارق يسلم لعمرو عمر عزب يبدا الكره او يبدا الهجمه. عمر عزب عزب للجندي ياخد سكرين الجندي يقف ويطلع لمروان سرحان. مروان سرحان في الدرايف من البيز لاين راح كان عايز يحط الدنك لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو الجندي على طول يخلص ويروح في السكند شوت لكن لا ينجح في التسجيل يلمها مره ثانيه ويحصل على فاول على علي حجازي. علي حجازي رقم 20 4 اخطاء شخصيه سيتم تغييره حالا. هيتم تغييره اعتقد هيتم تغييره حالا باحمد ياسر. سيف سمير ينزل زي ما قلت لحضراتكم يحتفظ كوتش اوجوستي او السنيور اوجوستي بسيف سمير وعمر طارق وعمرو الجندي وزي برضه لو قلت لحضراتكم علي حجازي يخرج لارتكابه 4 اخطاء شخصيه ينزل مكانه احمد ياسر. فري ثرو اول غير ناجح ليه؟ عمرو الجندي 61 33 لصالح النادي الاهلي والفري ثرو الثاني ينجح عمرو الجندي في التسجيل. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي لايقاف تقدم النادي الاهلي 61 33 4 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولتين بنسبه 50% اما نادي الزمالك محاولة وحيدة بنسبة 100% في الفري ثرو. 5 محاولات للنادي الأهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل محاولتين أما نادي الزمالك 4 محاولات نجح في تسجيل 3.
توب سكورر حتى هذه اللحظات في نادي الزمالك هو احمد عزب، اما مايكل تومسون يقترب من التوب سكورر بعد عمر طارق وعمرو الجني. هيبقى مين 8 نقاط، رمضان سهران نقطه وحيده حتى هذه اللحظه. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد مرعي في جيم 2 على صاله برج العرب ومن شاشه قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. 5 لقاءات تقابل بهم نادي الاهلي مع نادي الزمالك هذا الموسم، نجح في تسجيل الفوز 5 مرات على نادي الزمالك، ودي المباراه السادسه في جيم 2. اوتسايد لصالح نادي الزمالك، يبدا عن طريق الهجمه عن طريق عصام فاروق. نزل دلوقتي فهمي زدان رقم 23 اللي بيعمل سكرين دلوقتي لعمر هشام، عمر هشام رايح في الدرايف لكن بلوك ولا اروع من عمر طارق، يبدا الهجمه على طول عمرو الجندي ويهدم ملعبه، يسلم لعمر عزب، عمر لسيف سمير، سيف سمير هاند اوف مع عمر عزب، سكرين لعمر عزب عن طريق او هاند اوف مره ثانيه لكن هوش الناس كلها، لا فعلا لاين دايس على اللاين، فعلا دايس على اللاين عمر عزب واوتسايد وتيرن اوفر على النادي اوتسايد لصالح نادي الزمالك. زياد ايمن يسلم لاحمد ياسر، عمر هشام في السكرين مره ثانيه يعدي ويطلع كيك اوت لاحمد ياسر. فهمي زدان باص على طول اللي قاطع كات هنا احمد عزب لكن لا ينجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول موجود عند عمر عزب، عمر عزب مستني ويسلم لعمر طارق، عمر طارق يطلع كيك اوت لعمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف ويعلق ويروح لكن هنا كانت اسرع من عمر طارق وعلى طول تروح الكوره لصالح نادي الزمالك في الاول ذا واي. عمر هشام ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك 35-61 ساخر 35 ثانيه في زمن وعمر احداث الكوارتر الثالث. هندوف على طول عمر عزب وسيف سمير، عزب مستني السكرين وادي 3 بوينت عزب، 3 بوينت عزب لا ينجح في التسجيل، يلم على طول احمد ياسر ويسلم لعزب. اشقاء منافسين بيلعبوا قدام بعض اهلي وزمالك. فهمي زدان على الميديم شوت لا ينجح في التسجيل، اخر 10 ثواني في زمن وعمر احداث الكوارتر الثالث 61-35 لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف عمرو يطلع كيك اوت لعمر عزب على 3 بوينت للمره الثانيه عمر لكن كانت البازر تايم كانت اسرع منه عشان تنتهي نهايه احداث الكوارتر الثالث بتفوق النادي الاهلي 61-35. استراحه يتلقى فيها اللاعبون في خلال دقيقتين تعليمات كل مدرب لفريقه، وزي ما حضراتكم شايفين هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الكوارتر الثالث، واللي ما كانش متابع معانا انتهت احداث الكوارتر الاول او كوارتر الرابع عفوا اللي هنبداه. الكوارتر الاول انتهى 22-10 24 في الكوارتر الثاني لصالح النادي الاهلي، والكوارتر الثالث انتهى بنتيجه 61-35 تفوق واضح للنادي الاهلي منذ بدايه احداث الكوارتر الاول. والمباراه ديربي العاصمه في صاله برج العرب بالاسكندريه للستارت لاين اب للنادي الاهلي، عمرو زهران، عمر عزب، عمرو الجندي، عمر طارق، سيف سمير، اما للستارت لاين اب لنادي الزمالك احمد ياسر، عمر هشام، زياد ايمن رقم 15 وعصام فاروق رقم 3 واخيرا فهمي زدان رقم 23. الحيازه التبادليه لصالح الزمالك والزملكاويه.
بعد هذه المباراة جيم 2 ما بين الاتحاد وسموحة، ونتيجة اللقاءات 1-0 صالح نادي الاتحاد. نبدأ المباراة. عصام فاروق، ادي اول ترن اوفر باك زون على عصام فاروق. قول لي باك زون ليه؟ عدى، اقول لك عدى لم يصل بقدميه الاثنين، يعني عدى المنطقة الامامية، كان في رجل ورا، رجلين الاثنين ما لمسوش المنطقة الامامية. نرجع للمباراة. عمر عزب يسلم للجندي، الجندي على اوبن شوت لكن طلع له زياد ايمن، يسلم عمر طارق تحت الباسكت، عايز يلعب واحد على واحد، بسيط باصة حلوة قوي، لكن هنا في بوشنج على فهمي زدان. اولى الاخطاء الشخصية على فهمي، تاني الاخطاء الشخصية على فهمي زدان، وتاني اولى الاخطاء الشخصية على نادي الزمالك. ما زالت النتيجة كما هي 61-35. كوتش احمد مرعي، عمرو زهران لعمر عزب، عمرو الجندي في الدرايف يطلع كيك اوت على طول لعمرو زهران اللي على الاوبن شوت، ينجح في تسجيل 3 نقاط و3 بوينت جديده للنادي الاهلي عن طريق عمرو زهران لاعب النادي الاهلي. يبدا الهجمه نادي الزمالك عن طريق زياد ايمن، زياد ياخد السكرين على طول ويقف على 3 بوينت ويشوت، عايز يرد لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عمرو الجندي في الديفنسيف ريباوند، يهدى بالملعب يعمل الدرايف يطلع ليه عمر طارق، عمر طارق يهوش كده ويطلب يسلم لعمر عزب ويطلب السكرين. سيف سمير تحت الباسكت واحد على واحد، عايز يلف ويرتكز، فعلا لف وارتكز والهوك، لكن بتطلع اير بول كده وبتخبط في ايد عمر طارق وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. ادي الاعاده، وادي الثلاثيه او الثري بوينت الرائعه، وادي الكيك اوت من عمرو الجندي، وعمرو زهران رايق واقف محضر مركز، نجح في تسجيل 3 نقاط. عمرو زهران في الاول ذا واي، راح سيف سمير بشياكه، سيف سمير راح الديفنسيف حته وحط ايده اليمين في حته ثانيه ونجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. في صافره لايقاف الملعب كابتن احمد غالب، هو من في تغيير، يخرج احمد ياسر وينزل حازم المشد في صفوف نادي الزمالك. حوار ما بين الكابتن احمد غالب والكابتن ياسر المدرب العام، كابتن ياسر عبد الوهاب المدرب العام لنادي الزمالك، في انتظار بدء المباراه. كوتش اوجوستي، ضغط من النادي الاهلي، البريسنج، عمر هشام يعدي مع عمرو زهران، يتولى رقبته بصرامه شديده، يعدي عمر هشام، حاول اخترق، يقف ويسلم حازم المشد تحت الباسكت، لكن هنا عمرو زهران يرتكب فاول. هيتم تغيير عمرو زهران حالا، 4 أخطاء شخصية عمرو زهران. هنا هيتم تغييره. دفع مثلا بإيهاب أمين أو كريم حاتم أو مروان سرحان. اللي هنشوفه دلوقتي. كابتن رامي الدياصي بيبلغ كوتش أوجوستي. نرجع للمباراة، عمر هشام يقف على الميديم شوت يهوش، يسلم للمشد، تروح له. توصل لعصام فاروق على 3 بوينت، عصام شوت لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو زهران يحاول مع الكرة لكن تخبط في ايد زياد ايمن وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم هيتم تغييره على طول. عمرو زهران 4 أخطاء شخصية عمرو، انزل مكانه احمد مهيب. عمر عزب يستلم على طول ويبدا الهجمه لصالح النادي الاهلي. عزب عد، عزب ياخد سكرين اول وثاني من عمر طارق وعمرو الجندي، طارق يلف ويرتكز لكن هنا في ووكن، في ووكن مظبوط، قرار صحيح من كابتن محمود، مخالفه المشي بالكره وترافلنج على عمر طارق. اوتسايد للزمالك 64-37. الاهلي احرز 3 نقاط في عمر احداث الكوارتر الاول بعد مرور حوالي 2 دقيقة كاملين، ونادي الزمالك احرز 2 نقطة في بدايه احداث الكوارتر الرابع. عمر هشام في الدرايف، عمر راح لكن بلوك حاضر على طول من عمر طارق، على طول فاست بريك سريع لعمر الجندي، عمر الجندي يقف وهنا ارتكب عمر هشام فاول وخطا شخصي الكابيتانو لنادي الزمالك، وفاول احمد عزب ينزل مكان عمر هشام.
والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد عمر عزب هيطلع الاوت. سيف سمير تحت الباسكت واحد على واحد يلف ويرتكز بالهوك لكن لا ينجح في التسجيل. حازم المشد على طول ديفنسيف ريباوند حاضر يسلم لعصام فاروق يبدا الهجمه. عصام بيك اند رول مع حازم المشد يعمل الدرايف من ناحيه الشمال لكن البلوك للمره الثالثه في نفس الزاويه ينجح. عمر طارق فين يتصدى للبلوك الثالث لحازم المشد. اوتسايد للزمالك ١٤ ثانية على انتهاء زمن الهجمة. سبع دقائق 23 ثانية على انتهاء الكوارت الرابع والمباراة. حازم المشد على الاوبن شوت لقى نفسه فاضي الشوت لا ينجح في التسجيل. سيف سمير ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لعمر عزب. يبدأ الهجمة عمر. هاند اوف مع سيف سمير. هاند اوف مرة ثانية مع عمرو الجندي. عمرو الجندي ياخد سكرين من عمر طارق. عمرو دور على الثلاثية يروح البنتريشن سلم عمر طارق ودنك. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين عن طريق دنك ولا اروع من عمر طارق لصالح النادي الاهلي. 66-37 لصالح النادي الاهلي. التفوق وتقدم النادي الاهلي في احداث جيم 2. وادي فاول على احمد مهيب لاعب النادي الاهلي. يخرج عمر عزب ينزل مروان سرحان. ادي درايف خد حازم المشد لا عمر طارق فاضي طلع الاسيست دنك على طول لعمر طارق. عمرو الجندي يخرج وعمر عزب يخرج ايضا ينزل مكانهم كريم حاتم ومروان سرحان. زياد ايمن يسلم لعصام فاروق ياخذ السكرين. عصام عايز يعمل الدرايف يقف يرتكز يشوط لا ينجح في التسجيل والاوت على مهيب. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه. 14 ثانيه عفوا في زمن الهجمه. كوتش مرعي هيجري تغيير. زياد ايمن لعصام فاروق يبدا الهجمه. عصام يقلب الملعب على طول ليه عزب. عزب ياخد السكرين يعمل الدرايف يوصل بيك اند رول مع حازم المشد لكن حازم تراي كده على الباسكت يعمل معاها الفولو او البلوكن عمر طارق لكن يتم احتسابها 2 بوينت لان القرار صحيح طبعا وجود كول من كابتن اسلام وحيد. الكره رايحه وبتعلو على الحلقه. يبدا الهجمه النادي الاهلي عن طريق احمد مهيب. مهيب يسلم لكريم حاتم زون ديفنس نادي الزمالك. كريم يعمل الدرايف يسلم لاحمد مهيب. مهيب يهوش لكن هنا في فاول على زياد ايمن. ثاني الاخطاء الشخصيه على زياد. ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. تغيير اخر. عمر طارق يخرج ينزل مكانه عمرو زهران. كده الكوتش اوجوستي بيسرع الملعب. سيف سمير لعمرو زهران في الدرايف. عمرو وصل لسيف. سيف راح لكن نجح انه ياخد فاول وتو شوتس لصالح سيف سمير عن طريق حازم المشد. تو شوتس لصالح سيف سمير. والفري ثرو الاول. تنبيه طبعا على الخطوط. خط الفاول شوتنج. لانه مش واضح من الاعلان. تو شوتس لسيف سمير. فري ثرو اول لسيف. الكابيتانو سيف سمير. 69-38 ست دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فري ثرو اول غير ناجح لسيف سمير. والفري ثرو الثاني غير ناجح ايضا لسيف سمير. يلم على طول نادي الزمالك عن طريق عمر هشام. يبدا الهجمه عمر يسلم لاحمد عزب. عزب من تمن النادي الاهلي. عزب في الدرايف من البيز لاين راح وصل بشماله ينجح في تسجيل نقطتين كمان. مان اوف ذا ماتش طبعا احمد عزب في نادي الزمالك. مان اوف ذا ماتش ما نقدرش نقول اكتر من كده. كريم حاتم
يعدي ويسلم مروان سرحان، كريم حاتم مره ثانيه لعمرو زهران، بساط سريعه تنتهي عند مهيب، مهيب على الثري بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول زياد ايمن، يبدا الهجمه عن طريق عمر هشام، عدى عمر هشام قبل 8 ثواني، عمر مستني اللي قاطع، احمد عزه بيقطع وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك، ده الفارق الى 69 42 لصالح النادي الاهلي. 27 نقطة. أحمد مهيب لسيف سمير، لمهيب مرة ثانية، مهيب في الدرايف يقلب الملعب على طول لعمرو زهران على الثري بوينت، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط جديدة لصالح النادي الأهلي ومعها أند وان لصالحه، أند وان لعمرو الجندي بعد تسجيله ثلاث نقاط ولا أروع بالثري بوينت، وتغيير في صفوف الزمالك، هيخرج فهمي زنان رقم 23 وينزل مكانه احمد ياسر، اند وان لصالح عمرو زهران، فري ثرو او اند وان غير ناجح، يلم على طول حازم المشد، يبدا عمر هشام الهجمه، فرق اقترب وصل الى 30 نقطه، وادي فاول وخطا شخصي بتو شوتس على، شوف على مين، اعتقد على مروان سرحان، أربع دقايق 54 45 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة تفوق النادي الأهلي بفارق ال 30 نقطة. أربع دقايق زي ما حضراتكم شايفين، ثلاث أخطاء شخصية على النادي الأهلي، لا يوجد أي أخطاء شخصية على النادي الزمالك. فري ثرو أول ناجح لعمر هشام. فري ثرو ثاني، عمر هشام على التنفيذ. لا يسجل مروان سرحان لكن تخبط كده في ايده وتوصل ليه؟ عمر هشام يبدا الهجمه عن طريق احمد عزب، عزب يطلب السكرين من حازم المشد، جاله حازم، عدى عزب يقف على 3 بوينت شوت. لا ينجح في التسجيل، يلم على طول سيف سمير بفدائيه شديده. يسلم لكريم حاتم، مروان سرحان، كريم حاتم مره ثانيه. من تمن نادي الزمالك. اوبن شوت لعمرو زهران على 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند احمد ياسر، يسلم لعمر هشام، عمر هشام يبدا الهجمه في الدرايف ويسلم الهاند اوف مع احمد عزب، عزب يغير اتجاهاته ويطلع كيك اوت لاحمد ياسر. اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، عزب عايز يعمل الدرايف من البيز لاين، فعلا عدى وقفله على طول. الديفنس رائع، تخبط في الحلقه وتجدد مع زمن الهجمه مره ثانيه توصل لعزب على 3 بوينت، اربع محاولات نادي الزمالك على 3 بوينت لا يسجل، وادي دفاع قوي جدا من النادي الاهلي في الديناي وتروح على طول لمهيب، مهيب يطلع لسيف سمير، سيف على 3 بوينت لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند من نادي الزمالك، مهيب يعمل الستيل ويسلم لكريم حاتم، كريم حاتم في الاول زاويه راح وصل عمل اسيست لف وارتكز عمرو زهران وينجح في تسجيل 2 بوينت ولا اروع، الاهلي مزاجه عالي النهارده، ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي، 31 نقطه 74 43 لصالح الماتادورز بقياده السنيور اوجوستي جولبي بوش. عمر هشام يقف ويرتكز يطلع الكيك اوت لزياد لكن تخبط في ايد مين؟ مهيب وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الزمالك. تايم اوت يطلبه الكوتش مرعي، وادي اللعبه مره ثانيه، وادي السبين رائع من عمرو زهران والهوك ولا اروع من عمرو ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش احمد مرعي، ثلاث دقائق على انتهاء، ثلاث دقائق وسبع ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه، زي ما حضراتكم شايفين كده 74 الاهلي 43 الزمالك. 22 نقطة أحمد عزب، لو يعني بطلب من زملائنا الأعزاء كده اللوحة مرة ثانية نعرف السكورات مين توب سكورر في الأهلي ومين توب سكورر في الزمالك، لحقنا نشوفه أحمد عزب 22 نقطة حتى هذه اللحظة، لكن عايزين نشوف مين في الأهلي التوب سكورر حتى هذه اللحظة.
انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش احمد مرعي. 74-43 تبقى للكوتش احمد مرعي. اثنين تايم اوت. اوتسايد عمر هشام، سكرين من احمد ياسر، عدى عمر، راح في الثواني الاخيره وصل، لكن ابو النصر اعترضوا بالفاول وخطا شخصي بتو شوتس لصالح عمر هشام. دقيقتين 59 ثانيه ما زال الماتادورز الاهلاوي بقياده السنيور اوجوستي متفوق حتى هذه اللحظات بفارق ال 31 نقطه. عمر هشام على الفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني من عمر هشام. لا يسجل ايضا. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند رائع، يسلم لكريم حاتم، يبدا الهجمه كريم. كريم لعمرو زهران، بساط سريع عند مهيب لكريم حاتم مره ثانيه مع ابو النصر تحت الباسكت لعمرو. في ترن اوفر هنا وباد باص على طول يقطع على طول احمد عزب. عزب يروح ويوصل وينجح في تسجيل 2 بوينت والان والفاول على كريم حاتم. ترن اوفر من مروان سرحان ينتج عنه باسكت كاونت واند وان لاحمد عزب. الاعاده هنا لاحمد عزب وهنا الفاول على كريم حاتم والاند وان لاحمد عزب. عزب على الاند وان ينجح في التسجيل. دقيقتين 38 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. ينزل فهمي زدان، يبدأ الهجمة النادي الاهلي عن طريق مهيب. مهيب هاند اوف على طول مع كريم حاتم، زون ديفنس نادي الزمالك. كريم يحاول يعدي يطلع على طول لمهيب في الكيك اوت. مهيب على 3 بوينت لكن لا يسجل. على طول عزب في الديفنسيف ريباوند ويروح في الاول ذا واي، يقف يحاول معاه عمرو زهران يعمل السيل رائع ويسيطر على الكرة. يبدا الهجمه عمرو زهران لكن تقع منه كده ويلحقه على طول كريم حاتم، يسلم لعمرو زهران. كريم حاتم مره ثانيه، يهدى كريم ويلعب اللعبه المتفق عليها. كريم حاتم، كريم في الدرايف يطلع لعمرو زهران في الكيك اوت. عمرو على 3 بوينت فاضي اوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط. عمرو زهران 3 بوينت ولا اروع من عمرو زهران. 3 محاولات او عفوا 5 محاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت في الكوارتر الرابع، نجح في تسجيل 3 منهم 2 لعمرو زهران. احمد عزب في الدرايف روح يوصل بيمينه لا يسجل. الكره تشعلق هنا، الحيازه ايه هنا؟ جامبول، القانون جامبول والحيازه للنادي الاهلي طبقا لاشاره كابتن احمد غالي. دفاع قوي من النادي الاهلي على احمد عزب نتج عنه الحيازه للنادي الاهلي. 77-46 ما زال الفارق 31 نقطه. عمر هشام على التغيير مكان احمد عزب. كريم حاتم اخر دقيقه خلاص في عمره احداث الكوارتر الرابع ويعني خلاص، يعني انا شايف خلاص كده فوز النادي الاهلي بجيم 2 على طول. كريم حاتم يعمل الدرايف، كريم يقف ويطلع كيك اوت لمهيب. مهيب يقف على 3 بوينت، مهيب يشوط لكن المره دي قصيره، يلم على طول عمر هشام. عمر يعدي عمر، درايف عمر معايا مروان سرحان لكن ينجح عمر هشام في انه يسجل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. كريم حاتم يبدا الهجمه للنادي الاهلي، مان تو مان نادي الزمالك. احمد مهيب لابو النصر تحت الباسكت، مروان سرحان يلف ويرتكز حلو قوي في الدرايف تحت الباسكت لكن هنا في فاول عن طريق علي حجازي بتو شوتس لصالح نادي الاهلي على التنفيذ على طول مروان سرحان. علي حجازي 5 فاول، ينزل مكانه حازم المشهد او عفوا احمد ياسر. تو شوتس لصالح مروان سرحان. مروان سرحان على فريس على التو شوتس
حوار داير ما بين كابتن اسلام وحيد والكوتش وجوستي. كوتش اوجوستي بيطالب الجماهير بتشجيع فرقته بس. مروان على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني مروان سرحان واحد من نجوم اللقاء ينجح ايضا في التسجيل. خمس محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل اثنين من اصل خمسه. عصام فاروق يعدي الملعب ويسلم لاحمد ياسر. ياسر هاند اوف، لا لسه ياسر محتفظ بالكوره على طول ليه فهمي زدان. فهمي يعمل الدرايف ويروح لكن في الاخير يقطع عمرو الجندي واوتسايد لصالح نادي الزمالك. 53 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه اكلينيكيا فنيا يتبقى فقط اعلان النادي الاهلي فائزا بجيم 2. زياد ايمن يطلع لاحمد ياسر تخبط في رجله وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. خلاص نقدر نقول كده مبروك، فارق النقاط لا يسع الوقت المتبقي لإدراكه من قبل نادي الزمالك 79-48. كريم حاتم يتوقع الثواني الأخيرة. كريم حاتم بيبص الكوتش أوجوستي لكن بيقول له العب. كريم حاتم ما زلنا هل الإشارة خلاص انتهت أحداث الكوارت الرابع والمباراة بفوز النادي الأهلي وتفوقه 79-48. ألف مبروك للنادي الأهلي على فوزه على نادي الزمالك في جيم 2، على إن شاء الله هيتقابل مع نادي الزمالك مرة أخرى في جيم 3 يوم الاثنين 10/4. تفوق واضح للماتادورز الأهلاوي بقيادة السنيور أوجوستي جولبي بوش من بداية أحداث اللقاء، و تقديم عرض مفيش أروع من كده، مفيش أجمل من كده، يدل على المستوى الطبيعي للنادي الاهلي. لقاء الاشقاء احمد عزب نجم المباراه النهارده في نادي الزمالك وعمر عزب ايضا نجم اللقاء في النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين الف مبروك للنادي الاهلي على جيم 2. شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في مباريات اخرى على قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي. كنت معكم معلقكم محدثكم احمد مناع، وسريعا سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده القدير كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد سيد سليمان سلعاوه والكابتن طاهر رجب. كابتن هيثم اليك الميكروفون.